بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله اليوم حنكون مع بعض في المحاضرة الأخيرة في الـ Health Education، في مساق الـ Health Education، واللي هي بتحكي عن الـ Evaluation in Healthcare Education. يعني بعد ما إحنا تعلمنا كيف نعمل نحط الـ Objectives تبعتنا، وكيف نعمل الـ Teaching بلان، وكيف الانستركشنال ميثود اللي بدنا نستخدمها وضحناها، وكيف هي الانستركشنال ماتيريالز والتولز اللي بدنا نستخدمهم حددناهم، وبعد هيك بضل انه احنا نفذنا المشروع تبعنا الامبلمنتيشن تبع المشروع واستخدمنا التكنولوجيا في الموضوع هذا، بضل انه اذا كان في امكانيه طبعا للتكنولوجيا، بضل انه كيف بدنا نعمل ايفالويشن لهذا البروجكت اللي احنا عملناه او المشروع او المادة التعليمية، زي المادة اللي احنا في صددها الان المساق هذا. بعد ما احنا بنديكم كل المحاضرات بنوصل منكم معكم لمرحلة التقييم. من وسائل التقييم مثلا اللي انا استخدمتها في المساق هذا اني خليتكم تطبقوا عمليا المشروع وتسلموني مشروع. اللي بيطبق المشروع بسلمني اياه مكتوب وبراجع انا خطواته بلاقيه عامل كل الخطوات المطلوبه منه وفعلا قابل للتطبيق، بكون انسان رائع وبكون فعلا حقق الاوبجكتيفز اللي مطلوبه منه. تمام، الاوبجكتيفز المطلوبه منه. وبالتالي عاده احنا لما بكون بنعمل يعني اي حاجه المفروض انه في انه اوبجكتيف إلها بدنا نحققه. تمام، من الوسائل الثانية للتقييم مثلا في المساق أنه نعمل امتحان أو نعمل كويز أو نعمل أي وسيلة أخرى للتقييم علشان أعرف فعلا أنه أنا حققت الأوبجيكتيف تبعتي. بالنسبة للأوبجيكتيف تبعت محاضرتنا اليوم عن كيف نعمل الإيفاليويشن، يعني بعد ما نخلص المحاضرة هذه إن شاء الله after completing this chapter the reader, the student, you will be able to define the term evaluation. إيش يعني evaluation؟ يمنا نبدأ منين؟ عشان نعرف إيش الفرق بين كلمة evaluation وكلمة assessment. كتير ناس بيستخدموا evaluation و assessment زي بعض، بس هم في الحقيقة مختلفين. compare and contrast evaluation and assessment، هاي اللي بحكي فيها عمالي، في فرق بين التنتين. identify purposes of evaluation، ليش بعمل evaluation؟ distinguish between five basic type of evaluation، في أنواع خمسة للevaluation. إيش هما؟ the process والcontent والoutcome والimpact والprogram، كل واحد من هذولا ممكن أنا أعمل له إيش؟ evaluation. Then discuss characteristics of various and we'll be able to discuss characteristics of various models of evaluation. في طرق كتير ونماذج كتير للتقييم. Describe similarities and differences between evaluation and research. Assess barriers to evaluation and examine the methods of conducting an evaluation. بعدين select appropriate instrument for various types of evaluation data or for evaluative data. Then the last, identify guidelines for reporting result of evaluation. لما أنا بدي أعمل documentation للresults هادو للevaluation، إيش الguidelines الكويسة اللي أنا لازم أتبعها؟ نبدأ في الdefinition. بنقول إنه الdefinition تبع الevaluation، the evaluation is a process that can provide evidence that what we do as nurses and as nurse educators makes a value and a difference in the care we provide. هذا هو الإيفاليويشن. زي الإيفاليويشن اللي إحنا بنحكي عنه إنه هو عبارة عن عملية بدها تخليني أعرف إنه أنا فعلاً في العملية التعليمية اللي علمتها للنيرسز، سواء للنيرسز نفسهم أو للبيشنت، أنا as a nurse educator علمت البيشنت، هل أضفت إلهم فعلاً لا معلوماتهم اللي بتخص اللي هو الرعاية التمريضية مثلا لمريض؟ هل أضافت لمعلوماتهم معلومات؟ إذا evaluation is defined as a systematic process، إذا هي عملية متكاملة systematic. إلها يعني systematic، يعني مش هيك عشوائية على البركة، لا إلها system، إلها نظامية منتظمة، يعني تعمل هيك بعدين هيك بعدين هيك، إلها steps. يعني هذه معنى كلمة systematic. A process by which the worth or value of something is in this case teaching and learning. عندنا هنا الإيفاليويشن هان إنه
اعرف انه السيستماتيك بروسيس هذه تحققت اللي هي عمليه التعليم، تحققت في عمليه التعليم عندنا هنا انه التيتشنج حصل از جادج، انه فعلا حصل، وانا احكم عليه انه حصل ولا ما حصلش. حصل ليش؟ كان هذول ما يعرفوش هيك وصاروا يعرفوا هيك، يبقى حصل. تمام، اذا هذا الايفالويشن تبعها early consideration of evaluation has never been more critical than in today's healthcare environment, which demands that best practice be based on evidence. اها، اذا في دليل على اللي احنا بنعمله انه كويس بكون كويس، اذا ما فيش دليل بكون مش كويس. اوكي، بدي اعرف انه في دليل على انه الاشي هذا كويس ولا مش كويس بالايفالويشن، بدي اقيمه ايا كان الاشي، ايا كان الكير، ايا كان العمليه التعليميه، بدي اقيمها عشان اعرف اذا هي فعلا في دليل على انها added value، ضافت قيمه للناس، ضافت knowledge، ضافت practice، ضافت skills للناس ولا نال. Crucial decision regarding learner rest on the outcomes of learning. ولا لا؟ أكيد إنه القرار الرئيسي عشان عملية التعليم بالنسبة للمتعلمين بيعطوه بالنسبة يعني بناء على النتيجة الـ outcome، الفائدة اللي استفادوها، المحصلة خلينا نسميها، اللي طلعوا فيها، اللي طلعوا منها. يعني انا بالاخر انت ضليت تبرم تبرم طب بالاخر والله انا فعلا شكرا المساق هذا عرفت فيه اعمل بروجكت، وبعد هيك من هذا المساق انا اي حد يقول لي بدنا والله بروجكت لعمليه تعليميه عن موضوع كذا 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 بروجكت كامل، بقول له بس من عناية تنتين انا بعمل لك بروجكت، خطوات البروجكت 1 2 3 4 5 كلها قريتها في مساق وعارفها. اذا انت صرت قادر وصلت للمرحله هاي وفعلا في اي وقت من الاوقات طلب منك هذا الكلام وصرت قادر تعمله، بتكون انت استفدت من المساق هذا. اذا هاي هو الايفالويشن الاوت كم، النتيجه. انت بالاخر وين كنت وايش صرت؟ صرت ما كنتش اعرف اعمل بروجكت، اليوم صرت اعرف اعمل بروجكت ل اللي هو learning أو instructional material. Can the patient go home؟ إحنا بالنسبة لنا هذا ممكن يأخذ من حيين، يكون أنا أعلم nurses ممكن أعلم patient، فأنا أكون العملية التعليمية اللي بديها لمريض in patient وبالآخر بدي أخليه يروح، فهل ال outcome تبعتي هل قلت خلاص بركن عليه يكمل العلاج تبعه في البيت ممكن يروح ويكمل، يعني أنا فهمت كل حاجة. Can the nurse provide competent care؟ ممكن أنا أكون بعلم nurses مش مريض، فهل هو هل قد صار عنده competences، عنده كفاءة إنه يعمل الكير المطلوبة منه بالضبط زي ما هو المفروض كل competences تبعتها؟ أيوة، إذا دائما بنحكي في منحيين ال patient وال nurses، لأنه أنا as a nurse ممكن أعلم nurses زي، ممكن أعلم student، ممكن أعلم patient. If education is to be justified as a value-added activity, the process of education must be measurable, efficient, must be measurably efficient, and must be measurably linked to education outcomes. صحيح؟ عشان تكون ال value هذه اللي أنا بحكي عنها ضفت value، بدك تقول لي كيف قستها؟ طب كيف؟ والله ضفت قيمة. طب كيف يا حبيبي؟ والله كان هيك وصار هيك. كان أنا سألته 10 أسئلة قبل بري، جاب فيهم 3 من 10، بعد ما اديته الماتيريال العلمي سألته جاب 10 من 10، جاب 7 من 10، جاب 8 من 10، يعني 80% استفاد. The outcomes education both for learner and for the organization must be measurably effective. بدك تجيب طريقة كويسة تقيس فيها وتقولنا. تمام، عشان هيك evaluation is a process within a process within a process. يعني عادة الايفالويشن عملية هي عبارة عن عملية في عملية، عملية متداخلة. يعني انت بتكون في مرة بتخش على اللي بعدها، يعني بالعربي الايفالويشن عملية continuous، بتوقفش. عملية الايفالويشن عملية مستمرة. كيف يعني؟ A critical component of the nursing process, the decision making process and the education process. شايف كيف؟ يعني انت من النيرسينج بروسيس للديسيجن ميكينج للإديوكيشن بروسيس، عمليات كلها لازم بتكون متداخلة ببعض. كيف؟ evaluation is the final component of each of these process. كل عملية في العمليات هذول نهايتها evaluation، كل عملية نهايتها evaluation. ولذلك طب هذول العمليات كلهم بيكونوا مرتبطين في بعض، عشان هيك الإيفاليويشن بتلاقيه خشش في كل المراحل
مش بس في يعني في اخر مرحله، لا الايفالويشن بتلاقيه ماشي معك على طول، في كل مرحله لازم تعمل ايفالويشن عشان تخش على اللي بعدها، في النهايه بيطلع عندك ايفالويشن على البروجكت تبعك بشكل عام عن طريق اللي هو الايفالويشن المتجزئ لمراحل العمليه اللي انت فيها. Because the process are cyclical، سايكليال يعني كأنها بتلف حوالين بعض يعني مستمره. Evaluation serves as the critical bridge at the end of one cycle that should provide evidence to guide direction of the next cycle. ولا لا انا لما بخلص مرحله وبعمل Evaluation، Evaluation هذا هو اللي حيخليني اعرف كيف بدي ابدا في المرحله الثانيه، يمكن لقيت انه انا لا بنفعش ابدا لازم اعيد المرحله اللي انا كنت فيها لانه ما حققتش الاهداف، الناس ما وصلوش للي انا بدي اياه. عشان هيك الايفالويشن سايكلير، وعشان هيك الايفالويشن لازم يكون على طول في كل مرحله من المراحل، ما بنفعش اقول اوكي اعمل خطوه هاي بعدين بعدها بعدين بعدها بعدين بعدها اخر شيء بنقيم، يلا اخر شيء جينا نقيم لقينا حالنا ولا حد حاجه فاهم من الناس حاجه، ليش؟ لانه انا ما سبته للاخر. ولذلك في العملية التعليمية أنتم إن شاء الله لكم مستقبل، منكم بكرة سير، منكم أساتذة الجامعات، منكم يكون بكرة نيرس إديوكيتور، هذا لازم تعرفوا أنه بنفعش أنا أقدم مادة وأترك الطالب يضله من غير تقييم، يعني لازم كل شوية أدي له هومورك. الهدف من الهومورك أنه يخليه يدرس ويحقق إشي من الفاليو اللي أدته إياه، فبعمل هومورك وبحل أنا بطلع عليه بشوف أنا. ما كثير 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 منكم بكون كل همه في الدنيا العلامه وقديش انا اجيب، لكن المدرس همه حاجه تانية خالص، هدفه يشوف لوين هو وصل من اللي هو بده، من الاوبجكتيف اللي هو كان بده يحققه، لوين انتم فهمتوا فيه. لذلك هذا هو الهومورك، ولذلك انتم بتشوفوا انه الدكتور احيانا بتلاقيه صلح 3 4 5 شاف نموذج 6 7 ما اعطاش علامات، يعني الكل بيستنى طب انا علامتي، انا يا عمي القصه مش علامه، اوكي حيشوف علامتك وحيعطيك اياها، بس هو قاعد بده يشوف هل بيقدر يفوت في المرحله اللي جاي. يمكن هذا بتلاحظوه انه بتلاقينا احيانا في محاضره المفروض تكون هيك بنلاقينا وقفنا وما اديناهاش وبدينا نحكي في اللي قبل ونناقش فيه ونثبت، لانه بتكون انت شفت انه الناس اللي انت الاودينس تبعونا خلينا نسميهم او الليرنرز تبعونا ما وصلوش او ما ادركوش they didn't get the objective you want to، يعني اللي انت بدك اياه فعلا ما وصلوش. So the section of this chapter اللي احنا حنشوفه في هذا الشابتر follow the steps in conducting an evaluation، احنا بدنا نشوف الخطوات تبعت الايفالويشن، وهذا كله اللي حكيته ايش، هذا بس مقدم عشان احكي لك ايش هو الايفالويشن. اشهد ان لا اله الا الله. طب قول تفضل. حاضر. The steps اللي تبعت الايفالويشن، اول واحد determining the focus of the evaluation including use of evaluation model. بدنا نشوف ايش الخطوات ونشوف ايش الموديل. طيب designing the evaluation، خررت الموديل تفضل صمم الايفالويشن تبعك، بعدين conducting the evaluation ابدا في نفسه، بعدين determining method of analysis and interpretation of data collected. انا عملت امتحان وبعد ما عملته جبته، طيب ايش الاخبار؟ والله يعني علامات متفاوته. طب افهمنا يعني ايه، يعني ايش كيف الوضع، يعني كل الناس جابوا عندك علامه كامله؟ لا كم واحد. طب كلهم يعني رسبوا مثلا؟ لا كم واحد. معلومات على الفاضي. لكن لما تيجي انت تحكي لي تقول لي والله انا عندي 200 يعني 5% مثلا منهم او 2% منهم جابوا اللي هو علامه كامله مثلا او علامه فوق ال 90، 2% كمان يعني 2% يعني حوالي 4 اشخاص جابوا من ال 200 جابوا اللي هو علامة تحت الخمسين يعني رسبوا. طيب 25% جابوا من اللي هو 50 خليها لا مثلا ل70. طيب 55% أو 60% جابوا من 70 ل5. الاناليسز والانتربريتيشن، لما انت بتقول لي انه البلك تبع الناس تبع ال 200 هدول 60% منهم جابوا من اللي هو 70 الى 80. والله هاي معدل الناس انهم يجيبوا من 70 لل 80 لل 85 يا سيدي، اوكي لل 89 يا سيدي، فرجيني من 70 لل 80 ومن 80 ل
اللي هو 89، كم واحد؟ إذا من 70 لل 89 هذول كانوا البالك تبع الناس، حوالي 80% من العينة، أنت تمام، فيش مشكلة عندك. فأنت فمن غير انتربريتيشن، من غير أناليسيز، ما حدش بيفهم منك الإيفاليويشن تبعك. ريبورتينج ريزلت أوف داتا كوليكتيف، بعدين بعد ما حللتها وترجمتها بدك تسجل، تديني أنا يعني. أنت لما تحلل، آه والله أنا حللت الداتا وعملت إحصائيات كل شيء، طيب احكي لنا إياها. والله أنا ما سجلتش في جداول عملته ورسمت. طب يا عمي انا بدي بالاخر اديني الخلاصه، بدنا نعمل ريبورتينج يوزينج ايفالويشن، مش بس هيك. والريزلتس بدك تطلعها، بدك تستخدمها في في تقييم العمليه تبعتك كمان مره، وين كان فيها مشكله، وين انت اخفقت، وين الناس ما جابوش علامات، ليش ما جابوش علامات. بدك تسال حال، هل المشكله كانت فيك انت ولا كانت في الناس؟ اها تمام. اذا each of these aspects of the evaluation process is important. All of them are malignant if the result of evaluation are not used to guide future action in planning and carrying out educational interventions. ولا لا؟ All of them are meaningless. Sorry. ما يعني أنا قلت malignant لأنه فعلا بتكون خبيثة على الفاضي يعني، بس هي المفروض مقصود هنا أنه meaningless يعني ما لهاش معنى لو إحنا فعلا ما استخدمناهاش في تقويم الأكشن بلان تبعتنا. تمام. سوري. الآن evaluation versus assessment، إيش الفرق طب بين evaluation والassessment؟ أحد الأوبجيكتيف اللي حكيناها إنه نعرف إيش الفرق بين evaluation والassessment. تمام. حكينا يا جماعة إنه الإيفاليويشن هو العملية تبعت إنه أقيم مشروع في مراحل مختلفة، أو عملية في بروسيس في مراحلها المختلفة، عشان أعرف إذا الأكشن بلان اللي أنا استخدمتها وكانت كويسة ولا كان في حاجات فيها إخفاقات وبدها تعديل. تو لسه كنا بنحكيها. تمام. مرة جاء لما بدي أعمل، لا بدي أضبط هنا، أنا بدي أشرح أكثر، أنا ما فيش داعي أشرح فيه كثير. أها تمام. لكن طب إيش الأسسمنت بيطلع؟ أوكي هذا الإيفاليويشن، اتفقنا الإيفاليويشن اللي الأسسمنت بيطلع the process of gather، يعني عملية جمع، summarize وتلخيص، interpret وترجمة، and use data to decide a direction for action. بس عشان تقول لي وين أروح، روح هنا، روح هنا. كيف يعني؟ يعني أنا جيت على مكان وعملت assessment له، مثلا جيت على مجموعة نيرسز وبعملوا اي مهمة معينة وعملت assessment. assessment مش معناه تقييم، لا، انا شفت الوضع اللي هم بيشتغلوا فيه وجمعت معلومات ولخصت المعلومات وترجمت المعلومات وبعدين قررت، قلت والله الجماعة بيشتغلوا مش صحيح، يعني بنسبة 70%، بنسبة 50%. كيف يعني؟ يعني في قصور في عملهم، المفروض يعملوا هيك وهيك 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 وهيك. انا لقيت من ناحيه علميه انه في عندهم مشاكل، في عندهم قصور، في عندهم شورتج، في عندهم not full competence. تمام التمام. كويس كويس كتير. طيب طب وايش بيفرق عن الايفالويشن؟ احنا بنحكي في الاسسمنت انت عملت اشي مع الناس، يعني علمتهم حاجة، سويت لهم حاجة، لا، انت جيت شفت الوضع وقيمت الوضع اللي موجود، جمعت معلومات وقيمت الوضع اللي موجود. الايفاليويشن هذا اللي بيختلف فيه انه انت بتجمع المعلومات وبتلخصها وبتعملها انتربريتيشن وبتعطي قرار، بس ايش بعد ما انت تروح تعمل اكشن معين. انت بديت تتعلمهم لما لقيت انه في ديفكت الاسسمنت، قلت تمام، رحت عملت اكشن بلان وجبت انستراكشنال ماتيريال وجبت اخترت ميثودز معينه وتولز معينه ونفذتها، عملت تيتشنج بلان ونفذت الخطوات تبعتها، وبعدين قلت بس هلقيت بدي اقيم. هاي الفرق. اذا الفرق انه الايفاليويشن بيجي بعد اكشن، بعد انترفينشن. فيش شيء اسمه اسسمنت من غير انترفينشن، شو اسمه ايفاليويشن من غير انترفينشن. وبنفعش في الدنيا تقول والله انا عملت ايفالويشن لكذا كذا كذا وانت ما غيرتش، ما عملتش اي اكشن، ما علمتش الناس اي حاجه، ما اسموش ايفالويشن، اسمه اسسمنت. اها شفت لوين بتفرق الكلمات.
لانه انت ما عملتش شيء. لكن لو انا اجيت على مكان وقيمت الوضع اللي هم فيه، هذا assessment. طب بعد هيك رحت بدأت اغير، بدأت اعلم، بدأت اسوي، بدأت اعمل، وبعد ما خلصت رحت عملت تقييم كمان مرة. التقييم اللي كمان مرة هذا بعد الانترفينشن صار اسمه evaluation. The primary difference between the two terms are those of timing and purpose. الفرق بين التنين الوقت والبيربس والهدف. كيف يعني الوقت؟ انت هذا الايفالويشن بتعمل وقت ايش؟ بعد الاكشن. اها، الاسسمنت بتعمله قبل الاكشن، بس بقول لك الدايركشن تبعك فور اكشن، بدك تعمل اكشن ولا بدكش؟ قبل الاكشن. والبيربس، البيربس هنا بتعمل عشان تعرف حالك وين تروح، بس هنا في الايفالويشن بتعمل الايفالويشن ليش؟ عشان تعرف الاكشن اللي عملته كان سكسسفول ولا otherwise. مفهوم؟ تمام. Determining the focus of the evaluation. كيف انا بدي اركز او يعني احدد الفوكس تبعي على ايش انا بدي اقيم بالضبط؟ any planning any evaluation the first and most critical step is to determine the focus of the evaluation. فاش نقول لنا يلا خلينا نروح نقيم ايش نقيم؟ حاجه محدده بالتحديد بالضبط بدك تذكرها، ايش تعمل لها اداه. This focus then guide evaluation design, conduct data analysis and reporting of results. وهذا اللي حيخليك انت بتعمل الديزاين تبعك صح وبتنفذه صح وبتقدر تحلله صح عشان تترجمه صح وتعمل documentation صح. The importance of a clear, specific and realistic evaluation focus cannot be over emphasized. ما تكونش يعني يعني the importance of a clear, specific and realistic evaluation focus cannot be overemphasized. اللي هو يعني يعني بسموها انه لما بكون انا عندي clear و specific و realistic evaluation يعني على حاجة معينة، هذا مش معناه مبالغة يعني في الامور، لا، هذا بالعكس تحديد للامور في المجرى الصحيح. usefulness and accuracy of results of an evaluation depend heavily on how well the evaluation is initially focused. Evaluation focus includes 5 basic components. الأولى components تبعت ال evaluation كانت ال audience، وبعدين ال purpose، وبعدين ال questions، وبعدين ال scope، وبعدين ال resources. تمام. إذن ال audience مين هم الناس تبعونا؟ مين بده يسمعني؟ والبيربوس ايش؟ ليش بدي اقولهم؟ عشان ايش؟ والكويستشنز ايش ممكن يسال؟ والسكوب عن ايش بدي احكي بالضبط؟ والريسورسز ايش المصادر اللي انا بدي استخدمها؟ بدي علم ولا بدي اجيب جهاز سكر واعلمهم عليه، ولا ايش الريسورس بدي استخدمها؟ To determine these components ask the following question. دائما اسال حالك الاسئله هذه عشان تعرف الكومبوننت هاي. For which audience is the evaluation being conducted؟ اللي كنت تاوي احكيهم لمين؟ For which purpose is the evaluation being conducted? طب ليش أنا بدي أعمل evaluation؟ بدي أعمل evaluation يمكن عشان أقرر في مشكلة في البلان ولا مش ولا ما فيش مشكلة. يمكن أنا بدي أعمل evaluation علشان أبدأ الخطوة اللي بعديها ولا ما أبداش. Which question will be asked in the evaluation؟ طب أنا لما بدي أعمل evaluation إيش الأسئلة بدي أسألها؟ طب what is the scope of the evaluation؟ على ايش انا بدي اركز في الايفالويشن؟ طب which resources are available to conduct the evaluation؟ طب انا بدي اقيم الناس، طب كيف بدي اقيم؟ ايش في عندي؟ يعني انا شرحت لهم على جهاز السكر، حجيب جهاز سكر واقول لهم تفضل يلا هاي جهاز سكر وهي عيان وانخذوا اعمل هيك، ولا كيف؟ ولا بدي اجيب بامتحان واساله عند استخدام جهاز السكر يجب اولا 1 ضغط على زر سويتش اون، 2 وضع الستيك، هيك بدي اسوي ولا ايش الريسورس اللي بدي استخدمها؟ بتحدد، مش اقول انا بدي اعمل اجيب جهاز سكر بالاخر يطلع اجيت بدك تقيم لقيت حالك فيش جهاز سكر وفيش وفيش وفيش، بنفعش، بدك تجيب ريسورسز مناسبه. ايفالويت او ما فيش حد ينغز، ما حدش رضي ينغز. وأشوف واخد بالك يعني في سكر وفي جهاز بس ما حدش رضي تعمل له الستيك. اذا بدك تجيب ايش؟ متبرعين، ساعتها ناس يقبلوا انهم يعملوا الستيك.
evaluation models. اوكي هيك خلصنا من الكومبوننت. هلا بدنا نحكي في المودلز النماذج تبعت التقييم. التقييم evaluation can be classified into different types or categories based on one or more of the five components just mentioned above. اللي ذكرناهم الخمسة في لهم عدة نماذج. The most common types of evaluation identified include some combination of process or formative evaluation and outcome or summative evaluation. إذا ممكن يكون عبارة عن يعني عملية أو يعني الموست كومون إنها تكون عملية متكاملة ويكون فيها أكثر من عملية تقييم. تمام؟ يعني اجتماع أكثر من عملية تقييم combination of process or formative evaluation أو يكون اللي هو يعني evaluation له form معين systematic اللي بنسميه له منظومة معينة نمشي عليها للoutcome or summative اللي هو كلي. تمام قيم لي طبعا الكل هذا بتلاقيه بقيم في مراحل هان وهان وهان وهان. Other type of evaluation include content, outcome, impact and total program evaluation. طلع بقيم انا وايش الكونتنت بعدين بقيم طب النتائج الكونتنت اللي والله مناسب والله مادة علمية كويسة ما جاب مراجع منيحة. الاوتكم والله فعلا الناس يعني عامل لهم بري تيست وبوست تيست وفعلا شاطرين سايرين يعني فعلا في تغير بين البري والبوست. طيب الامباكت الاثر والله كاينين ما يعرفوش يعملوا كذا وخلاهم يصيروا يعرفوا كذا برافو عليه. عندي توتال بروجرام ايفالويشن والله هذا كويس وهذا كويس وهذا كويس يبقى اوكي. طب توتال جرام ايفالويشن والله كانت الكونتنت كويسه والاوت كام يعني كانت نوعا ما نظريا كويسه بس الامباكت للاسف ولا واحد من الناس قدر يعمل البروفيشنز اللي مطلوب منه. يبقى كان في ديفكت هنا. تمام تمام عشان هيك زي ما انتم شايفين الايفالويشن موديل يعني هذا موديل معمول ومشهور بيبدأ من زي ما حكينا total gram evaluation اللي هو البيز تبعت كل النموذج. أولا أنا بقيم البروسيس شايفين العملية بعدين الكونتنت بعدين الأوتكم بعدين الإمباكت وبأشوف أنا الفريكوينسي هاي ولا لو وهنا التايم والكوست كانت هاي ولا لو. دائما يا حبايبي خذوا هالقاعدة انا بهمني انه اوصل لاحسن النتائج عن طريق لو كوست وهاي فريكوينسي عفوا لو كوست. تمام الكوست تبعي يكون لو والفريكوينسي تبعتي بلزمنيش انا اعيد الموضوع هذا ألف مرة علشان انه الناس تصير بتعرفوا. انا كويس لو انا عملته فعلا عمل لي امباكت وغير لي الوضع اللي انا بدي اياه وحسن لي اللي مطلوب كان له امباكت كبير لكن بلو كوست. تمام والتايم كمان يكون ايش قصير. تمام اذا في عندي تو يعني تايب اوف ايفالويشن مشهورين. فورماتيف از ا كونتينوس بروسيس ويتش بروفايد فيدباك ثرو اوت ذا تيتشينج ليرنينج ايفنت. خلال العمليه يضلوا ايش يكون في عندك تقييم. وفي summative evaluation done at the end of teaching learning process specifically to identify how much has been learned. طبعا يا جماعة لو أنا بدي أسألكم مين أحسن هتلاقي إنه الفورماتيف هذا أحسن لأنه continuous. السمتيف هذا أنتوا لو أي واحد فيكم قلنا له اسمع زي توجيهي أنت بدك تقرأ طول السنة وآخر السنة بدنا نعمل لك امتحان. السمتيف هذا برك الإيفاليويشن كان جائر كنت متعامل يعني ليميتس قاسية جدا رحت أنت ضيعتني فيها. لكن لو كان فورماتيف ايفالويشن وكان كونتينيوس بروسيس وين انا بخفق بتعدلني وين بخفق بتعدلني بالاخر بوصل للاوبجكتيف بشكل احسن. لكن الاثنين احيانا بكونوا كويسين حسب الظرف اللي بكون عندي. يعني مثلا احنا
في خلال هذا المساق. طول الوقت احنا بنقول لازم نعمل هيك ولازم نعمل هيك ولازم نعمل هيك في كونتينوس، لكن في النهايه في عندك انت بروجكت بدك تسميه صمت بيبالي وجه اللي بيسلم حتسلم البروجكت. انا حشوف البروجكت واخر انا طول هذا وانا بشرح لك في النهايه البروجكت هذا هو اللي بده يقيم اذا انت كان شغلك وفهمك كان كويس ولا لا. صح كان في اسئله ثانيه اساينمنت ثانيين، لكن البروجكت هو هذا كان كل حاجه. مش بس هيك، وفي النهايه كمان امتحان فاينل هو اللي بده يحكم عليك يعني بويت بوزن كبير من العلم. الفورماتيف ايفالويشن اللي تو كنا بنحكي عنه، the purpose of formative evaluation is to make adjustment in an educational activity as soon as they are needed, whether those adjustments be in personal, material, facilities, learning objectives, or even one's own attitude. إذا أنا قاعد بعدل الحالة على أكثر من مستوى، المستوى الشخصي، مستوى الأدوات يا عمد، الأدوات خرب المرة الجاية أو المحاضرة الجاية بدنا نجيب أدوات جديدة، كل مرة بقيم حتى الأتيتيود تبعنا ممكن أعدله. الأوبجيكتيف لا لا، الأوبجيكتيف هذا صعب يتحقق، بدنا نلغيه، بدنا نعينه، بدنا نحط أوبجيكتيف نتفق الثلاثة هذولا. هي الإنفورماتيف وبعدل. Adjustment may need to be made after one class or session before the next is taught or even in the middle of the single learning experience. شايف وقت ما قاعد يعني بغا بقرر خلصت المحاضرة بقول المحاضرة جاي بدي أعمل هيك هيك هيك. حتى أحيانا في نفس المحاضرة ممكن تقيم، أو في آخر النهار ممكن تقيم لبقية السيشن إذا كان في عندك سيشن. Process evaluation is integral to the educational process itself. It constitutes of an educational activity because evaluation is an ongoing component of assessment planning and implementation. تأكيد عملية ongoing تمام. فعشان هيك consistency لازم تكون يعني متناغمة ومناسبة لعملية education بحد ذاتها. As part of the education process, this ongoing evaluation helps the nurse anticipate and prevent the problems before they occur or identify problems as they arise. وهذا أهم إشي في الفورماتيف إيفالويشن، إنه أنا بضلني أعمل تقييم بشكل مستمر، وبالتالي كل مشكلة تطفو على السطح أنا بكتشفها أول بأول وبصلحها أول بأول وبأمنع ظهورها وإيش تفاقمها تمام. فأنا بصير حتى في المرات الجاي أتوقع المشاكل اللي بدها تصير وأمنع إنها تصير عن طريق إني بغير بعمل adjustment وبغير الاستراتيجيات. إذن الفورماتيف كتير كويس. consistent with the purpose of process evaluation, the primary question is how can teaching be improved to facilitate learning. دائما السؤال بدك تساله لحالك في الفورم في الفورماتيف ايفالويشن، كيف انا بدي احسن العمليه التعليميه، كيف بدي اسهل العمليه التعليميه. The nurse's teaching effectiveness, the teaching process and the learner responses are monitored on an ongoing basis. تمام، يعني احنا بنتابع الإفكتيفنس تبعتنا في التعليم وبنشوف الاستجابة تبعت الناس في التعلم فعلا وبشكل مستمر تمام. يعني بكفي كلام عن الفورماتيف، صارت كتير واضحة. الأسئلة هذه يعني جاي أمثلة على الموضوع، ما بدناش نضلنا نطرح أمثلة، ضربت أنا أمثلة كتير بالعربي وصرتوا أنتوا فاهمين. الكونتنت ايفالويشن التقييم اللي هو اللي حكينا عنه، النوع الثاني اني اقيم كل مرحله مرحلتها، الكونتنت، البروسيس، الامباكت. الكونتنت ايفالويشن انه انا بدي يعني the purpose of content evaluation is to determine whether learner have acquired the knowledge or skills taught during the learning experience. انا في كونتنت علمي عندي
مادة علمية كويسة ولا مش كويسة؟ وصلت للناس؟ ويعني المادة هذه العلمية وصلت للناس ولا ما وصلتش؟ To what degree did the learner learn what was imparted؟ أنا جهزت هذه المادة، طب هي أصلاً كويسة؟ طب هل تحققت والناس عرفتها ولا ما عرفتهاش؟ To what degree did the learner achieve specified objectives؟ Asking a patient to give a written demonstration or asking participant to complete a cognitive test at the completion of one day seminar are common examples of content evaluation. يعني باختصار قال لك الكونتنت ايفالويشن، انا عملت سيمينار عن موضوع معين، بعد ما خلصت بقول لواحد من البارتيسيبانت مثلا يعني انه يعني لخص لنا اللي احنا حكينا فيه، عملنا براكتس معين، بقول لواحد من هذا عملنا ديمونستريشن، تفضل انت طبق اللي احنا عملناه. اذا والله هذا صح بكون في الكونتنت تمام، وصل اللي هو النولج اللي انا جايبه وصل صح تمام. كونتنت ايفالويشن از ديبيكيتد ان ذا ار اس اي موديل از ذا ليفل ان بتوين بروسيس اند اوت كام ايفالويشن ليفل. تمام، إذا الكونتنت بيجي بين زي ما شفنا بين البروسيس وبين الoutcome. In other words, content evaluation can be considered as focusing on how the teaching learning process affected immediate short term outcomes. كيف هذا بتأثر اللي هو short term النتائج الأولية تبعتي أو النتائج القصيرة المدى. إذا إحنا شرحنا ايش هو الكونتنت، شفنا انه بين البروسيس وبين الاوتكم، هاي البروسيس تبعتنا وهي الاوتكم الكونتنت، خيرنا الساينس اللي بدنا نديه وصل للناس ولا ما وصلش للناس. تمام، the scope of content evaluation is limited to the specific learning experience and to specify stated objective for the experience. Content evaluation occurs at a limited point in time immediately after completion of teaching, but encompasses all teaching learning activities include the specific learning experience. لا مجرد ما احنا بنخلص هذا بكون انا خلاص اديتك الكونتنت، فالمطلوب منك انك تكون عرفته. اذا هذا حصل بكون فعلا انا done. يعني data are obtained from all learner targeted in the specific classes or group. For example, if both parents and the juvenile diabetic are taught insulin administration, all three are asked to complete a written demonstration. إذا أنا في عندي parents وعندهم واحد juvenile diabetes يعني الأم وأبو وابنهم اللي عنده juvenile diabetes، علمتهم عن الإنسولين administration كيف يحقن الإنسولين. الثلاثة بدي أسألهم عن ريتين ديمونستريشن، ريتين ديمونستريشن يعملوا زي ما أنا عملت. تمام، إنه بجيب الإبرة بفتحها بعين النيدل بحطها في الفيال بأسحب الفيال بصري بعدين بعمل سواب. تمام، similarly all nurses attending a workshop are asked to complete the cognitive post test at the end of workshop. أنا ممكن أعمل للناس عشان أشوف الكونتنت أنا أديتهم الكونتنت اللي أنا بدي إياه صح ولا لا، انه بدل الناس بريتست وبعد ممكن ادي بريتست واعمل بوستس واقارن بينهم. ممكن ادي بوستس من غير بري، يعني انا بعترض انهم ما كانوش عارفين يا سيدي. تمام، وبديهم بوستس بعد ما خلصت وبشوفه والله كليتهم جاوبين فوق 80% ضن. تمام، انا فعلا الكونتنت تبعي العلمي اديتهم اياه بشكل كويس. تمام، resources used to teach content can also be used to carry out evaluation of how well that content was learned. تمام، for example the same equipment included in the teaching a patient how to change a dressing can be used by the patient to perform a written demonstration. إذا استخدمت أدوات معينة عشان يعمل إشي معين، هي نفسها بستخدمها عشان هو يعمل demonstration فيها وقائمه، مش أجيب له حاجات تانية. انا علمته شيء وعند التقييم اروح اجيب له حاجه ثانيه، ما بزبطش. In the same manner a pretest used at the beginning of a continuing education seminar can be re-administered as a post-test at seminar completion to measure change as a result of the program. اللي حكيناه من شويه اني اعمل pretest و post-test وقارن بينهم وبالتالي بقيم انا اللي انا اديته الكونتنت ايش كان فايدته، زود معرفة الناس ولا لا. Outcome اللي هو outcome يعني
كلي النتيجه سمت الايفالويشن ذا بيربز اوف اوت كم اور سمت الايفالويشن از تو ديتيرماين ذا افكت اور اوت كمز اوف تيتشينج ايفورت. يعني انا علمت تمام طب بالنهايه ايش صار، ايش النتيجه، ايش الاوت كم. It is intent. Its intent is to summarize what happened as a result of education. بدو لخص لي نتيجة التعليم إيش صار؟ صار الزلمة قادر يدي حاله أنسولين. طب يعني إيش بيفرق بالضبط عن الكونتنت؟ الكونتنت كان فيه تفاصيل. في السمتيف هنا أو في الأوتكم بدي الريزلت النهاية إيش صار فيه؟ كان هيك صار هيك. بس الكونتنت فيه تفاصيل. صار بيعرف يفتح الميدل، صار بيعرف يعقم الجلد، صار بيعرف وين يد الانسولين، صار بيعرف يعمل تشينج مره في الايد هاي مره في الايد مره في الفخذ، صار كونتنت. لكن في الاوتكم في النهايه صار بيعرف خلاص، يعني بتكون ايش الريزلت. الكويشن جايدنج كويشن ان اوتكم ايفالويشن انكلود ذا فولوينج. لما انا بدي اعمل استخدم جايد لاين او يعني اخذ questions تقودني لل outcome evaluation اللي بنحكي عنه، بقول was teaching appropriate، هل العمليه التعليميه كانت كويسه. شايف كيف outcome. طيب did the individuals learn، بتعلموا ولا ما تعلموش اللي انا بدي اياه، تعلموا ولا لا. تعلموا. Were behavioral objective met، هل البيهافير اوبجكتيف اللي انا كنت بديها تصير صارت ولا ما صارت. لاحظ الإشي هنا بيقيم بشكل كلي، ما بتطلعش على الكونتنت، هل هو صار بيعرف أماكن حقن الإنسولين، هل هو صار لا 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 لا، بسألنيش على التفاصيل تبعت الكونتنت، هل هو صار بيعرف أنواع الإنسولين، هل هو بيعرف صار كيف يعمل ديسكاردينج للنيدل، هو صار بيعرف وين يدي الإنسولين وكيف يعمل روتيشن، لا 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 لا, لا. هذا كله كونتنت. بسألني بشكل عام in general outcome was teaching appropriate، العملية التعليمية كانت مناسبة ولا لا. لا ليش؟ كان بشرح بطريقة علمية معقدة وما نزلت لمستوى الناس. اتعلموا الناس كلهم بالآخر طلعوا مش عارفين يعملوا يحقنوا حالهم انسولين. وير بيهافيرال اوبجكتيف ميت اللي هو البيهافيرال اوبجكتيف هذا اللي بنحكي عنه، بيعرف يدوا حالهم انسولين. لا 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 لا. ديد انديفيدجوال اتعلموا. طيب لا لا، الكل كنت كان بديها كان بيحكي كل كلام انجليزي ما حدش فاهم حاجه. ديد ذا بيشنت هو ليرن ا سكيل بيفور ديسشارج يوز ذا سكيل كوركتلي وانس هوم، لما صار بدارهم عمل الحاجات هذه. لا رحت عليها زياره لقيتهم مخبص الدنيا وقاعد، وكل ما نقول لهم ليش تعمل زي، قال الدكتور قال لنا يا عم مش هيك، قال العملية التعليمية كانت فاشلة. العملية التعليمية بتنجح يا جماعة مش لما الدكتور بده المحاضرة صح، لا، لما اللي بيسمع المحاضرة يفهم صح ويتعلم صح بتكون صارت العملية التعليمية صح. Just as a process evaluation occur concurrently with the teaching learning experience. So outcome evaluation occur after teaching has been completed or after a program has been carried out. Outcome evaluation measure changes occurring as a result of teaching and learning. هاي الoutcome evaluation. النهاية بالآخر إيش صار؟ تمام. يعني العالم ابروزز هذا قال انه يعني الفرق يعني differentiate outcome evaluation from content evaluation by noting that outcome evaluation measure more long term change that persists after learning experience. قال لك الoutcome بده يقول لي ايش اللي التشينجز اللي بدها تصير عند المتعلم هذا واللي حتطول مع كليرنينج اكسبيرينس. خلص هذه فهمها وضلت معها للعمر. ايش يعني؟ يعني في الكونتنت في حاجات يمكن تنتسى مش مشكله، بس في الاوتكم لا، هذه الحاجات اللي بده يضلها معها ماشي على طول، عارفها وفهمها. اوكي، هذا بالنسبه للاوتكم. اوكي، تشينجز كان انكلود انستتيوشن اوف a new process, habitual use of a new technique or behavior,
or integration of a new value or attitude, which changes the nurse's educator measure usually are verbalized by the objectives established as a result of initial needs assessment. Resources required for outcome evaluation are more costly and sophisticated than those for process of content evaluation. واضح جدا انه العمليه تبعت الاوتكم ايفالويشن معقده اكثر وبتحتاج تركيز اكثر، لانه انا بحكيش بس عن فكره الكونتنت، لا بحكي عن كل القصه على التيتشنج ميثود بحد ذاتها، وبحكي على نتذكر هذول التيتشنج ميثود بحد ذاتها، الانديفيديوال تعلم ولا لا، تحققت الاوبجكتيف، الناس فعلا صاروا قاعدين يعني تعلموا شيء يخدوه معهم في حال انه فيش مع انستراكتور. تمام، اذا الاوتكم ايفالويشن ريكواير جريتر اكسبيرتيز تو ديفلوب ميجرمنت اند داتا كولكشن. سهل ان انا اقيم الكونتنت، ومن الكونتنت بجيب اسئله وبقيمها، لكن ان اقيم العمليه كلها هذا بده ناس خبره اكثر وعندهم قدره ومعرفه اكثر ونولج اكثر وعندهم ادوات اكثر عشان يقارنوا ويعملوا عمليه اللي هو تقييم. تمام.